أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر خذود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا
سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح
فسلام لك من أصحاب اليمين